الاستطلاعات من بعد لماذا وضعنا هذيك الاتفاقيه الكبيره جدا ديال الطرق، اتفاقيه ديال الطرق اللي تسنيه الطريق وتوسيع ديالها مجموعه من المحاور الاساسيه على المستوى الاقليمي. من خلال هذا التشخيص هناك مجموعه من نقاط الضعف ومجموعه من نقاط القوه اللي غنحاولوا نتحدوا عليها في المحطات التاليه. بالنسبه لبعض القطاعات الاجتماعيه، قطاع التعليم مثلا، فبالنسبه للتعليم الابتدائي عدد التلاميذ في كل حجره في المعدل الاقليمي هو 38 تلميذ، المعدل الوطني 35. لاحظوا الفرق بان عندنا باقي نقص كبير بالنسبه لعدد الحجر في التعليم. عدد التلاميذ لكل استاذ عدد 28، 27 على الصعيد الوطني. التعليم الاعدادي عدد التلاميذ في كل حجره 39، نفس المعدل على الصعيد الوطني. بالنسبه للتعليم التاهيلي الثانوي 35 تلميذا في كل حجره، اقل من المعدل الوطني. في التعليم العالي عدد الطلبه 20,000. مؤشرات القطاع الصحي وهي كذلك يعني استطاعت تحسنا كثيرا في غضون الاشهر القليله القادمه ان شاء الله. عدد الاسره لكل نسمه، لكل 10,000 نسمه 10.80، المعدل الوطني هو 11. عدد الاطباء لكل 10,000 نسمه هو 3.50، وعدد المعدل الوطني هو 6.9. الاشاريه مطروح بجده في اقليم اسيا. عدد المساحات الخاصه لكل 10,000 0.09، 2 على الصعيد الوطني. الارضيات الخاصه لكل 10,000 2.25، 2.4 على الصعيد الوطني. عدد وفيات الاطفال في سن الولاده في السنه 368، نسبه الولاده بالوسط المراقب 94.5 في المئه. بالنسبه للمؤشرات الاقتصاديه، نسبه الصناعه، الكل يعلم انه اسفي القطب الصناعي الاول بالجهه، اذا القطب الصناعي رابع على المستوى الوطني والجهوي. فيه أنشطة صناعية متنوعة ورائدة جدا. الفلاحة خزان مثل القطاري والحبوب وتربة خصبة ولحوم حمراء بجودة عالية. بالنسبة للصيد البحري، ثروة سمكية متنوعة وخبرة عالية، خبرة عالية سيصور فيها. الصناعة التقليدية، مهارات متميزة في صناعة الفخار، عاصمة الفخار. السياحة قطاع غير متطور رغم معالي التاريخ المهم والإمكانات الطبيعية الواعية التي الآن لدى معطيات عامة. بالنسبة للمؤهلات، فهناك تحدث قبل قليل عن المؤهلات الطبيعية متنوعة ومتفردة. نوزافو لا شونس، عندنا الحظ أن احنا في إقليم يعني فيه فرصة ديال التنمية، يعني كنا أقاليم أخرى يطرو دو مال عندهم مشكل كبير باش يشوفوا كيس كي بو ديفلوبي. ألوغ نوزافو ان تيريتوار ريش سال لا ديفيرونس من الفرق بالنسبه للبقيه الاقل. يوجد مؤهلات طبيعيه متجدده مهمه كالرياح. الان باقي ما كاينش تسعير لان سي اون كور دو يعني دو لابوراسيون ولي سور كيلكو 4 ولا 5 بارك يوليان دون دو سون كلي اون مان موجودين بور ليزيكسيون. دونك كالرياح الموارد الطبيعيه كالجبس كذلك كما تحدث قبل قليل، الرمال والطين تدخل في مجال الباتيمون. الى الثروه البحريه مهمه لما يوفر ساحلها المخزون البحري يجمع بين الثروه السمكيه والنباتيه البحريه وغير ذلك. الفلاح وكريتيور الانتاج ديال السمك في الوسط البحري، عندنا 161 من الاصل 200. تصوروا معايا هذا الرقم هذا وداز لابيل مانيفيستاسيون. الحمد لله دابا راه يسون كور دو فيناليزاسيون على مستوى الوكاله الوطنية للتنمية المنطقة لتنمية الزراعة. مجال متميز بالنسبة لأسيو ويفتح أفاق كبيرة أولا لاقتصاد المنطقة وكذلك على المستوى الخاص. نرجع دابا لصلب الموضوع، لأن علاش التنمية الجانب الاجتماعي وجانب الصحة وجانب التعليم على أهميته. راه إذا ما كانش الاقتصاد ديال البلاد قوي وكان الاقتصاد ديال المدينة قوي، سيبقى هذا المشكل الاجتماعي مطروح والضرائب الاجتماعية ستتكاثر وتتناسب وش يكون تعقيدات في التعامل معها. بالتالي راه الباب ديال التنمية هو الاستثمار بالدرجة الأولى. بالتالي كان يعني لقاءات ماراثونية وهذا، والحمد لله توفقنا مع السي الرئيس الجهة أننا نخرجوا في الأخير هي ديال المناطق الصناعية ديال الخبز كان المناطق اللوجستيكية. أظن أنه المجلس ديال الجهة في الأطوار الأخيرة ديال الدراسة والبات إن شاء الله في السنة الجاية إن شاء الله في الأجراء ديال هاد المشروعين ديال المنطقة الصناعية اللوجستيكية. كذلك هناك تبهيد ديال المنطقة الصناعية ديال لا زون اندستري الباس ديال دابيل دوسافي، انشاء حاضره صناعيه لسي تي جي. هذا كذلك مقترح بعد ما خصنا هذيك المنطقه بواحد الوثيقه ديال التعمير متميزه واللي سمحات انه نستجبوا الطلبات ديال الاستثمار تما. هناك يعني رخصتين معنيين يعني تعطاو في ذاك المنطقه، وكاين رخصه اولى او ثانيه
ديال التوسعة ديال بقية المؤسسات الإنتاجية تما ديال الجبس بالخصوص. إذا كنقترحوا باش يبدا المنطقة الصناعية بتمويل إجمالي 250 مليون درهم. ما مشيناش في هذا الطرح علاش؟ لأن كان تصميم جهوي ضغط زماني، وكان تصميم جهوي لإعداد التراب اللي خلى لنا البي دي إف للبرنامج التنمية الجهوية عطلوا لنا حتى دوزنا التصميم الجهوي. عاد دابا إن شاء الله غادي يخدم معنا في السيد الأمن المحترم. أنا في الحقيقة اليوم راني فرحت مزيان صراحة هذه ملي كتسمع هذا العرض القيم ديالك، لأنه واحد العدد ديال الناس جاهلين هذه الأمور كلها، ما كيعرفوهاش، لا علم لهم بها، وحنا استبشرنا خير التدخل ديالك فيما يخص هذا العرض اللي هو كان شامل وكامل. والسيد العام اللي بغى يثير انتباهي هنا في هذه القضية هو مع مرور الأيام حتى شي واحد ما عمره تكلم على فيما يخص هاد التقنية السكك الحديدية. حقيقة كلشي كيدوى على الزوطوروت على تقنية الطرق، ولكن السكك الحديدية هذا في الحقيقة راه خاص هاد الأمور خاصها تاخذ بعين الاعتبار، لأنه حنا السكك الحديدية كاين غير خط واحد، وهذا راه مشكل الحقيقة. إذا كانت التقنية ديال السكك الحديدية توفر لنا بزاف ديال الأمور. السيد العامل المحترم، فيما يخص المشكل الماء حقيقة استبشرنا خيرا، خصوصا بأنه هو كان افتتاح ديال صاحب جلالة نصره الله في السنة التشريعية ديال البرلمان، بأنه هو كينص كان في جوج نقاط مهمة وأخص بالذكر اسمه الاستثمار وكذلك الماء الصالح للشرب أو المياه. حنا كذلك السيد العامل ملي سمعنا منكم التدخل بأن هو هذا المشكل ديال التأثير استبشرنا خيرا، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى غيثنا. لا يشك في كيف أن عندنا موحدات كثيرة وكبيرة في الموقع ديالها في الجهة، إنما هو كاين بعد الأولويات الجاية هو الشبكة الطرقية، وكنعاود نأكد على المحور الطرقي ديال مراكش أسفل اللي كان طريق سريع، لأن غادي يفتحوا بين القطب الأول في الجهة والقطب الثاني، غادي يكون عندهم واحد المقبولية واحد النفع للجميع. كيشرح لنا واش ديال الفلاحه في الاسفي التاريخ ديالها احسن، التاريخ الماضي ديالها احسن من الحاضر ديالها. كلشي كيعرف ان المنطقه تاعنا هي واحد الخزان كبير ديال الحبوب والقطع اللي كيوجد في تدخلكم، واني شنو هما المؤهلات باش نعرفوا نطوروها في ظل ديال الخصائص في ظل الاوضاع ديال المناخ في ظل الوضع في ظل وضع الندره ديال المياه، باش ما تكونش محطه ديال التحليه. هذا اللي حنا على الرغم من اللي مشينا في التوجه ديالو، تكون محطه ديال التحليه ديال هذه الاثريه ديال المياه خاصه بالاغراض الزراعيه. بالنسبه للصوت الترابي والاعلامي اللي جا في تدخل المسجد، هذا موضوع مهم، لان عندنا مؤهلات ومريين محاصره اليوم، خص جميع المصالح الخارجيه تواكب هذا التوجه وهذا التطور ديال التوجه ديال الجهه. اليوم محاصرة الطرقية، واش قاصدين؟ عندنا هناك ائتلاف مغربي للمناخ والتنمية المستدامة، كنطرح ديما السؤال حول إدماج أهداف التنمية المستدامة في جميع ديال لي باك بحال هو مخطط الجماعات، ما كيتكلموش على التغيرات المناخية. حنا مقبلين دابا على كوب 27، خص الجماعات ديالنا ومقبلين على واحد لو ستريسي بغيك اللي كيعرفوا يكون عندهم واحد التصور الجماعات ديالهم، ويكون عندهم واحد الفقرات في هذاك الباك حول التغيرات المناخيه، لان اليوم كلشي كيتكلم عليها. ثانيا في البي دي ار ما تكلمناش على لي ستارت اب، وهما الشركات الناشئه. فهاد الشركات الناشئه ما يمكنش يكونوا في المدينه ديالنا الا ما كانوا هذوك الحاضنات المدنيه او الحاضنات الجهويه، لان اليوم الشباب واخا ها التمويل كاين، ها انطلاقه، ها فرصه، ولكن اليوم ما كاينش المواكبه. هنا كنتمنى باش تكون واحد المواكبه. ثالثا اليوم كتعرفوا مما اسفي هذه 4 سنين رجع ليه السردي، والسردي ديال اسفي هو ليسباس والبوم، هي اللي معترف بها عالميا باش تكون سردين دو سافي ولا مكتوبه. اليوم لي زامريكا ولاو كيستهلكوه اكثر، اصبح لو مارشي امريكا اليوم كيمثل واحد 30% في الصادرات من اسفي ديال لا سبيسياليتي اس بي اس. دونك اليوم هالوعاء العقاري سي تان هانديكاب. اليوم تسدو عندنا زوج لوزينات، اللوزين الاول هو سارديكس راه مشى للداخله، اللوزين اللي وقفوه هو لاكاس
سينا مجموعه مينيمير اللي واقف اللي دخل الماء تحت منه، وكنشوفوا البلان داميناجمون تما، بلان داميناجمون سياحي. هذا كنستغربوا ليه، لان اليوم الناس شراوا الارض في الجهه الاخرى ولقاوها سياحيه. اذا راه حتى هاد 19 ولا 20 يونيتي اللي كاينه دابا راه مهدده حتى هي في اي وقت. نوجه الشكر الجزيل للسيد العميل على حسن الاستقبال، وهذا شيء موعود فيكم السيد العميل. كلما وطأت أقدامنا هذه المدينه العزيزه الى وجب في شخصكم يعني انكم يعني تستقبلونا بحفاوة. كذلك لابد ان نشير في هذا اللقاء الى السنه الحميده التي سنها السيد رئيس مجلس الجهه على اعتبار اعتماد مقاربه تشرديه في الاستماع الى المنتخبين والى المجتمع المدني والى جميع مكونات الاقاليم، بحيث انه عندما كنا نقوم باعداد يعني تصميم جهوي لاعداد التراب فلا يمكن لساكنه مدينه الصويره ولمنتخب مدينة الصويرة أن يتحدثوا على ما يريد ما يجب القيام به في مدينة أسفي أو في إقليم أسفي. إذن فلكل إقليم خصائصه وخصوصياته، وبالتالي فهذه السنة الحميدة التي سنها السيد الرئيس كان لها من الوقع الكبير يعني ما أخرج لحيز الوجود واحد التصميم الجهوي لإعداد التراب متميز. ونحن الآن في إعداد البرنامج التنموي الجهوي، ها هي القرة يعني تعد، وحنا كنستمعوا للاخوه المنتخبين والجميع المكونين تاع المدينه تاع الاسفي لخصوصيه هذه المدينه. لكن ما تميز به هذا اللقاء هو العرض الذي القاه السيد العميد. فالعرض كان شامل وكان جامع ومحيط بجميع المشاكل التي تعاني منها مدينه اسفي.